بكم مشاهدي ومتابعي برنامج ظهيرة الجمعة وحياكم الله. جميل جدا من نشاهد العلم العراقي يرفرف في البلدان. اليوم أبطال كمال الأجسام العراقي رفعوا العلم العراقي في بطولة العالم لكمال الأجسام وحصلوا على مراكز جميلة وإنجاز جميل جدا ومشرف لبلدنا. احنا حاليا في المطار راح نلتقي بيهم ونتعرف كيف كانت جولتهم البطولية. خليكم ويانا. حاليا وصول ابطال كمال اجسام العراق وراح نلتقي مع الكابتن عباس اليوم اللي شرفونا طبعا وشرفوا بلدهم. كابتن عباس اهلا وسهلا بك، كل البركه على كل العراقيين ان شاء الله. هذا انجاز انجاز العراق ان شاء الله. احنا نبارك الشعب العراقي اولا، وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، وان شاء الله هذا الانجاز الثاني لاتحادنا ان شاء الله، وانجاز عالمي. بطوله كانت في تايلاند، بطوله جدا قويه، اكثر من 70 بلد، مستويات العراقيين جيده، يعني نافسنا البطولات العالميه القويه، اقوى البطولات اللي لاحظتها بصراحه، يعني تنظيم قوي ومستوى الابطال القوي، لكن العراق يمتلك خامات وابطالنا جيدين ونافسه والحمد لله مراكزهم جيده. شنو البطولات اللي جبتوها يا رقم سولف لي؟ عندنا ثالث، عندنا رابع، خامس، سادس. ما شاء الله، يعني من ضمن 70 دوله انه العراق اليوم جاب الثالث على العالم ان شاء الله. وهو يعني احنا يكفي انه رفع العلم العراقي على المسارح العالميه، وانه العراق صار عضو بالاتحاد الدولي لمده سنتين، والعراق اصبح إلى وجوده وإلى كيانه ان شاء الله بهاي اللعبه ان شاء الله. ظروف اللي واجهتهم هناك في تايلاند والى ماكو اشكال، لا ماكو ان شاء الله، يعني كل ظروف ماكو، يعني بس الاوزن شويه عانى، كم لاعب عندنا عانى بالوزن، الحمد لله عدت بسلامه. اليوم هذه تعتبر فرحه لكل اهلنا وناسنا العراقيين، يعني اليوم انتم رفعتوا راس العراق في هذه البطوله. صحيح، رفعنا ان شاء الله راس. نشوف اليوم الاستقبال الجماهير الجميل من الروح الرياضيه، الروح الرياضيه ان شاء الله هذا، واحنا احنا فرحانين بصراحه، يعني هذا احنا زادنا فرح وسرور، يعني بهالمنظر الجميل هذا. يعني تعبنا ان شاء الله ما راح ببلاش، احنا الحمد لله تعبنا لهي الوجوه الطيبه خير ان شاء الله. كم نفر كنتوا؟ سولف لي على البطوله. 13 نفر احنا كنا. 13 وابطالنا من المراكز، سولف لي الفئات، من الفئات. فئات الشباب احمد الجنابي اوفر ال 75، وعندنا ابراهيم البطل الولد 55 على الفيزيك، وعندنا بطل باسيا هنا، عندنا اخذ اسمه ثالث اسيا وصلت الرابع، وعندنا احمد الجنابي الولد هاي ميداليته. ثالث اوفر 75 على الشباب، عباس، عندنا عمر على الفيزيك، احمد رامبو خامس على الثقيل، ما شاء الله، ويا البطل، ويا المنافس مالته بطل ابطال البطوله كان كلش ما شاء الله. كلكم جايبين مراتب مشرفة. حسن اول مره له بصراحه، وكان مستوى كلش حلو، كلش رائع، يعني يعني اجسام جيده ومستقبلها جيد، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انتم رفعت راس العراق ان شاء الله. مبروك ان شاء الله. مبروك. خلينا نلتقي بالاخ هنا. مرحبا، شلونك؟ هلا حبيبي، لك اسم حضرتك؟ محمود حسن البهار. كابتن محمود، ما شاء الله، دا اشوفك اليوم جاي للعراق وجايب لنا كؤوس، مليان كؤوس. الحمد لله والشكر. والله قبل فترة، يعني تقريبا شهرين، الحمد لله حصلت على المركز الثالث بطولة آسيا، وهسه حاليا بطولة العالم مركز سادس، وهي بطولة العالم طبعا من أقوى البطولات على مستوى العالم، يعني منافس جدا قوية، والحمد لله العراق بلد منافس وشبابنا ما شاء الله يعني يسود، ورجعنا الحمد لله كؤوس وشهايد عندنا، وإن شاء الله القادم أفضل. هذا الإنجاز والفوز العظيم المنتهي طبعا بصراحة نهدي لشعب العراق المظلوم الجريح، والاهلنا والاصدقائنا اللي تعبوا وياي. يعني بصراحه لعبه كمال الاجسام عندنا بالعراق يعني كلش مظلومه من ناحيه الاعلام، يعني عندنا شباب يجيبون ذهب، جابوا اسيا، هذا محمود جاب اسيا، هسه احنا جبنا ثالث عالم، خامس عالم، سادس عالم، يعني كثير ما يعرف بيها، والاهم من كل هذا انه ما يعرفون انه احنا
كل المصاريف هذه هي على حسابنا، يعني هذا الشيء ما حد يعرف فيه تقريبا. بس لحظه، يعني انتم سافرتوا طلعتوا من العراق الى تايلاند، تيكتات وفيزا وهذا الى اخره كله على حساب، يعني وين الدعم؟ كله على حساب اللاعب هذا. نعم، كلها جهود ذاتيه. ليش يعني مو المفروض اليوم وزاره الشباب والرياضه تقوم في هذا الواجب؟ يعني هذا مو واجبكم انتم اليوم على حساب. نعم نعم، بس هاي بعد ما يعني ما له مخصصات، هو هذا قدرنا نقدمه طبعا للشعب العراقي، وان شاء الله الايام الجايه ممكن نحصل شيء. كابتن ابراهيم، يعني انتم رفعتوا راس العراق، رفعتوا العلم العراقي من بطوله متكونه من 70 دوله، يعني يصير انه طياره على حسابكم وتايلاند وخطوره ولا. شوف انا خليني اقول لك شغله، هذا التراك سود اللابس اللي علي علم العراق واسم العراق على حسابي، وهاي كلهم جايبين على حسابهم، هذا انا مثل من الشمال للجنوب مثل العراق كله، هذا مشتري على حسابي، وانت تخيل. يعني حبيبي الحمد لله والشكر، يعني قدرنا بجهود فرديه، ويعني اي دعم ما شفنا انه في هاي البطوله، لا خارجي لا داخلي من اي جهه كانت، يعني حتى الفيزا التكت اللاعبين كلهم، يعني بس المصرف الغذاء اللي هو يراد له يعني كذا مبلغ، كيف ما انه يحير بالمصرف يحير بالتكت. طيب هذه البطوله ايش كم يوم كانت؟ يعني تقريبا ظلت 8 ايام، يعني الحمد لله والشكر انه بهاي الظروف بهاي الصعوبه يعني حصلنا مراكز حلوه، يعني عندنا برونزيه عالم شباب احمد وينه؟ زين ولا عندنا خامس عندنا سادس كلهم رفعوا العلم العراقي، زين ولا وها تقريبا ثاني مشارك، يعني قبلها بطولات اسيات عندنا حصلنا سادس على يعني على على مستوى الفرقين، يعني سادس عندنا بها هدفيات اثنين، عندنا ثالث فيها عندنا رابع ثالث، زين اول بطوله لنا، وهاي ثاني بطوله عالم، يعني تقريبا حصلنا السابع على العالم فرقيا، زين ولا الحمد لله والشكر قدرنا يعني نرفع العلم العراقي بجهودنا ذات. نلتقي هنا بالاخر من النجف، يا اهلا وسهلا. يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم، اهدي هذا الفوز للشعب العراقي ولا استاذي ومدربي كابتن واثق ساعدي اللي ما قصر وياي بدعمني بكل شيء، والاستاذ عباس البهادي رئيس الاتحاد، وادي هذا الفوز للشعب العراقي. فرحه جميله اليوم، انتم اليوم خاصه وصلتوا للمطار ثالث، اليوم شرقيه معاكم، الشرقيه اليوم معاكم الشباب، يعني ايضا عنده بطوله اخرى بشباب اسيا، والنعم لكم. طبعا انتم اليوم رفعت راس العراقيين، انتم اليوم فرحتوا العراقيين، احنا اليوم من خلال برنامج ظهيره الجمعه التقينا مع الاخوه والابطال، ابطال كمال السام العراقيين. لبرنامج ظهيره الجمعه سجاد اكرم بغداد.